فرق يوم الاسبوع اللي فات، يوم الاثنين اللي فات كنت انا في الجونه مع فريق البنك الاهلي، وكان مباراه قويه قدام الجونه والبنك الاهلي. اتفرجت على فريق الجونه في الملعب، فريق محترم جدا جدا، بيلعبوا بشكل هجومي، عندهم عناصر كويسه جدا، نور السيد كابتن الفريق ولعيب في نص الملعب، لعيب مميز جدا، عندهم خالد قمر من المهاجمين المميزين جدا، عندهم شبراوي لعيب كويس قوي، اسلام عبد النعيم، يعني مش عايز انسى حد، العربي بدر لعيب كويس جدا، خط الظهر طبعا كان محمد نجيب بس اتعور المباراه اللي فاتت، برضه نجيب خبرات كبيره جدا، وعمرو طارق، وعندهم السعداوي باك ليفت كويس جدا، عندهم الراجل اللي هو الباك رايت ده الافريقي السريع كورته كويسه جدا، يعني فرقه محترمه، فريق نادي الجونه فرقه كويسه، عندهم عمرو بركات، فرقه مميزه جدا جدا، والفتره الاخيره عندهم كمان تغييرات كويسه قوي، شميلس بيكلي، كريم طارق بينزل في الشوط الثاني، يعني فرقه تقيله، اسلام طارق حارس المرمى، فرقه بصراحه عجبتني جدا نادي الجونه يعني. فماتش حلو بكره ان شاء الله انا استمتع بيه ما بين الزمالك والجونه. كمان بكره الاسماعيلي وفاركو، ماتش جامد جدا، الاسماعيلي هيخرج من ازمته دي ولا ايه؟ وفاركو فرقه محترمه جدا، الفتره اللي فاتت برضه عامله ماتشات كويسه جدا مع كابتن مجدي عبد العاطي، بس طبعا خسروا من الاهلي اخر مباراه، ما كانوش في حالتهم فريق فاركو في المباراه الاخيره امام الاهلي. ماتش جامد جدا، الاسماعيلي بكره جايب المجلس الاداره شاري 500 تذكره لجماهير النادي الاسماعيلي، الفرقه عايزه تصالح الجماهير، هل هيقدر الاسماعيلي ياخد خطوه لتحسين صورته وتحسين مركزه في جدول الدوري؟ موضوع صعب مش سهل. النادي الاسماعيلي الفتره الاخيره نتائجه سلبيه جدا، كابتن حمد ابراهيم جهاز فني جديد لسه ماسك الاسماعيلي من ماتشين، اتخسر من الجونه 1-0 في اسماعيليه، الماتش اللي فات كان كسبان المقصه 2 وتعادلوا 2-2، المقصه تعادل معاهم 2-2 وضيعوا ضربتين جزاء، طبعا غضب جماهيري كبير وضغط كبير جدا على لعيبه النادي الاسماعيلي بسبب وجودهم في المركز الاخير. النادي الاسماعيلي النادي الكبير صعب جدا علينا كلنا اللي احنا نشوفه في المركز الاخير،